السعودية تعلن رفع أعداد الحجاج إلى 1 مليون حاج هذا العام. أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام وضمان سلامتهم وأمنهم واهتمام المملكة العربية السعودية بانتظام فريضة الحج وتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. فقد تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443-2022 إلى 1 مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول مع الأخذ بالتوصيات الصحية. وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية أن موسم حج هذا العام سيكون وفقا للضوابط التالية: أولا، يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاما ميلاديا مع الشراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة. ثانيا، يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة السعودية تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا كوفيد-19 لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة. وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم.